أنا التاريخ، أنا الشارع، أنا اللي وسط الصعب بكون، أنا اللي جوه الحزن بغني، أنا اللي قالوا عليه مجنون. أنا التاريخ، أنا الشارع، أنا اللي وسط الصعب بكون، أنا اللي جوه الحزن بغني، أنا اللي قالوا عليه مجنون. أنا المواطن، أنا المسلم، أنا المسيحي، أنا المصري. هي بتبقى حلوة ان انت يعني بيبقى جمهور غير جمهورك اللي بيشوفك، بتحاول ان انت توصل فيها حاجة جديدة، ان انت ناس يعني الرسالة بتاعتك بيبقى ناس اول مرة تسمعك، فيهم ناس طبعا عارفينك اسم بس يعني بيبقى فيها اختلاط كده حلو، ان انت بتعرض حاجتك وغيرك بيعرض حاجته. الفرق دايما في بينهم وبين بعض رابط قوي يعني من زمان، يعني دايما بتلاقي الفرق بتقدم نفس وجهة النظر اللي هي بتناقش مشاكل السياسة المجتمع، فلما بيتجمعوا مع بعض الحفلة واحدة بس بيناقشوها بأشكالهم بقى المختلفة، ده بيبقى حلو قوي بيعجب الناس. ف اديك شايف اهو في اقبال جميل يعني الحمد لله. النهارده يعني هو احتفال لاكبر عدد فرق من الفرق الموسيقية وخصوصا الاندر جراوند، يعني ونتمنى يعني ان شاء الله ان تبقى دايما في احتفالات بخصوصا بالفرق الاندر جراوند. يعني يعني دوري كشغلي ان انا مهندس صوت الفريق سيتي باند، وبشتغل في مكان يعني سيد تساوي، يعني دوري ان انا بحاول يعني اعمل صوت كويس للناس، احاول اضبط صوت الفرق جوه في المونيتور، يعني بنحاول نجتهد ان احنا نتعلم يعني حاجه في المزيكا افضل كمان، ونعمل احتفالات ومهرجانات ونحاول نقدم البلد يعني لقدام شويه. أنا 25 يناير وأكتوبر 73، أنا لجنة شعبية في شارع كنت أمان المصري. أنا 25 يناير وأكتوبر 73، أنا لجنة شعبية في شارع مصري. أنا الأمان المصري، أنا المواطن، أنا المسلم، أنا المسيحي، أنا المصري. أنا المواطن، أنا المسلم، أنا المسيحي، أنا المصري. أنا الكنيسة وأنا الأذان، أنا اللي حر في كل مكان، أنا الكنيسة وأنا الأذان، أنا